ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. فيديو النهارده هشارك معاكم تجربه جديده وهي تجربه سكيتنج. لو مش عارفين ايه سكيتنج فانا هقول لكم في الفيديو ده، عشان كده تابعوا الفيديو للنهايه لانه هيفوتكم ضحك كتير جدا، لان انا لسه بمارس الرياضه يعني جديد، يعني لسه بقع وكده، فهتشوفوا وقعات كتير جدا ليا في الفيديو ده. ما تنسوش تشتركوا في القناه، لو مش مشتركين تفعلوا الجرس وكمان حطوا لي لايك على الفيديو عشان ده شكله كده. دلوقتي هبدا انا اطلعه معاكم. ده بيبقى شكله زي ما انتوا شايفين، بيبقى عبارة عن عجل وكده وبنربطه، وهوريكم كل حاجة ازاي بنربطه وازاي بنمشي بيه. فعشان كده تابعوا الفيديو وما تنسوش تشجعوني بلايك. ودي البتاعة التانية، طبعا دي بيبقى فيها فرامل ودي مش بيبقى فيها فرامل، فتابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوش تشجعوني بلايك على الفيديو وكومنت. ويلا دلوقتي هلبس معاكم سكيتنج.